وقفنا عند الانكلاين بلين، عددنا طبعا الفورسز الموجودين عندي، وقفنا عند قصه البروجكشن للفورسز تحديدا. احنا قلنا اذا حطينا هيدا الاوبجكت نقول مثلا موشنلس اول شيء على الانكلاين بلين هون، طبعا تصير قوه الجاذبيه، هيدا البوكس شو بده يعمل، هيدا الاوبجكت بيزحط بينزل نزول. طيب تمام، ونحن حللنا المساله وقلنا في عندنا كذا فورس هون شغالين على هيدا الاوبجكت باسرع الحركه تبعيته. واحدة منهم هي قوة الجاذبية، هو الويت تبع الأوبجكت اللي بيكون من الخصائص تبعونه انه هو line of action vertical و direction downward، اوكي سمبل له W. وفي عندي طبعا هيدا الأوبجكت بسبب تقله بيضغط على هيدا الانكلاين بلين على هيدي السيرفس، فالسيرفس بتعمل عليه ردة فعل بسموها normal reaction. طيب ردة الفعل الطبيعية هيدي بتكون عاملة 90 درجة، بتكون perpendicular على مين؟ على البلين، على الانكلاين بلين. هلا لندرس نحن الحركة، أخذنا كمرجع رفرنس بالنسبة لنا an axis x prime x parallel على الانكلاين بلين. طبيعي إذا الحركة أو التسارع عم يصير بهيدا الاتجاه، فناخد نحن شو؟ ناخد الاكس اكسس بهيدا الاتجاه، وطبعا ناخدينه positively oriented downward. ليه؟ لأنه إذا التسارع لتحت مع الاكس اكسس حيكون positive quantity، ما لي مصلحة ياخده positively oriented لفوق، بتصير الاكسلريشن بهالحاله هيدي شو بتصير؟ نيجاتيف، وبصير بعيد على حالي الماثماتكس تبع هذا البروبلم، وما لي مصلحه، انا عم اهرب من التعقيد، عم اسعى ورا السمبلسيتي. طيب هلا لما جينا طبقنا نيوتن سكند لو، كل هالكلام هيدا تقريبا نحن قلنا باي نيوتن سكند لو، وات ويل اي جيت؟ سيجما للاكسترنال فورسز از ايكوال تو وات؟ از ايكوال تو ام اي. يعني دغري على السريع، عندي شو؟ عندي الويت للاوبجكت تمام زائد النورمال رياكشن exerted by the plane on the object is equal to mass of the object times the times its acceleration. أنا مطلوب مني حدد بهيدا السؤال determine in term of alpha. طيب شو هي الالفا؟ برجع بذكر مرة تانية معلشي، هيدا ال horizontal direction، هيدا السطح الميل اللي عم يتحرك عليه الأوبجكت فوق ال horizontal بكمية معينة أو زاوية معينة من الدرجات ألفا degrees. أوكي، بدنا نطلع التسارع بقيمة هيدي الزاوية. طبعا نحن اللوجيك قبل ما نفوت بالديتيلز تبعون الكالكوليشن نعرف أن السطح هيدا كل ما يكون مرتفع أكثر، كل ما يكون ميل أكثر، التسارع تبع هيدا الأوبجكت حيكون أسرع وأسرع، أكبر وأكبر. كل ما يكون هيدي الزاوية أضيق، كل ما تكون أقل، كل ما هيدا السطح يكون أوطى، بصير التسارع أبطأ. ماشي؟ أكيد الزاوية لها علاقة بالتسارع. طيب لتدخل الزاوية هون بالمعادلة هيدي، وحتى أتخلص من هدول الفكتورز الموجودين عندي، أنا بحاجة إني أعمل بروجكشن. وطبعا أنا ما أخذت X برايم X هون عن عبس، لا أخذته لحتى أستخدمه. إذن what will I do with this equation, all of this equation I will do projection on what? On X prime X, which is shown on the figure, which is described as we said as being parallel to the inclined plane and positively pointing downward. Okay. طيب تمام. هلا اذا بتكون حبلش بالهين، شو هو البروجكشن للنورمال رياكشن على هيدا الاكس برايم اكس؟ طبعا لانه النورمال فورس بيربنديكولار على هيدا الاكسس، اسقاط على هيدا الاكسس حيطلع شو؟ ظل، حيطلع نقطه يعني صفر. الواي ايكوال زيرو. تمام. Equals m times number times الفكتور a 100% parallel على مين؟ على هيدا ال x prime x، وبالتالي اسقاطه ال a x component تبعتها هي نفسها، ظل العصا حيكون قد طول العصا لما بتكون هيدي العصا parallel على مين؟ على الارض. ضل عندي مين؟ ضل عندي الوي. شوفوا يا جماعه القاعده، اذا بدكم انا لما بيكون في عندي axis، okay whenever I have an axis, whenever I have a vector, okay that makes a، خلينا معلش نعمل موصول بهذا الاكسس، عامل انجل ثيتا مع هيدا الاكسس، okay every time if you want, if this is the x axis let me say the x component or the projection of the vector on the axis, okay it is equal to what? Is equal to the length of this vector times the cosine of what? Of the angle made by this vector and what? And the axis. طيب نجي للرسم هون، هيدا الاكسس، معلش صحيح الصوره مقلوبه بس بينطبع علي نفس الحكي، هيدا الفيكتور W، بدنا نعمل له اسقاط للفيكتور W على مين؟ على الاكس برايم اكس. تمام، انا بحاجه لشغلتين، بحاجه لاعرف طول ال W،
طبعا نحن بنعرف كثير منيح انه الويت من الصف البريفي من التاسع از ايكوال تو وات تو انستام جي. اذا بعرف كتله الاوبجكت بالكيلوغرامز والجي هي 10 متر بير سكند سكويرد اون ايرث ذن اي نو ذا جرافيتيشنال فورس اور ذا ويت اوف ذا اوبجكت. بضل علي مين هيدي الزاويه بدي اضرب بالكوساين تبعها، يعني انا شو حيكون عندي هون؟ حيكون عندي الام جي اللي هو تو دبليو ضرب الكوساين لشو؟ ضرب الكوساين للبيتا. ما حدا ينزع من اللي عم بكتبه هون، انا هيدي بيتا الفا بيتا دي ار دي ار اي بي سي ليترز. اوكي انجري جود. ولكن هلا المشكله احنا بنعرف الالفا قد ايه بتساوي، يفترض الالفا بنعرف قد ايه بتساوي لانه هو عم يقول لي طلع الاكسلريشن ان تيرم اوف الفا، اذا ما كانه الالفا جيفن. طيب انت هلا رحت بعدت عن المساله استعملت بيتا هون شوي صغيره بنستعمل الجيومتري. لاحظوا يا جماعه الخير انا اذا باخذ هيدا للتراينجل ليكو عم مسكره للتراينجل اللي هو عنده زاويه الفا هون، طبعا هون عندي انا شو عندي هون 90 ديجريز. اوكي طيب شو العلاقه بين نسمي هذا الانجل اللي هون دوت، حسمي هذا الانجل اللي هون نقطه، شو العلاقه بين الدوت والالفا بقلب هيدا المثلث اللي هون؟ يلا هاتوا لنشوف الدوت والالفا شو العلاقه بينهم؟ اثنيناتهم unknown. اثنيناتهم unknown. طيب تعال نفترض، تعال نفترض ان الالفا بعرف شو بتساوي، بقدر بعرف الدوت قد ايه بيساوي؟ مثلا اعتبر هيدي لنقول 50 درجه او 40 درجه، نعتبر هيدي 40 درجه. استاذ اثنيناتهم بالرايت تراينجل هيدي. اها استاذ بتصير 360 ناقص 90 زائد عدد الانجل للتيتا بيطلع مع منين جبت انت؟ منين جبت 360؟ لا لا 180 انجل. القاعده بتقول انه انا اذا عندي، اذا عندي انا تراينجل اوكي معناتها البونت هو الزاويه اللي هون. ليكي ليكي واضحه يا عمر البونت اللي انا عم بحكي عنها هي هيدي الزاويه. بس يكون عندك مثلث تمام، اذا اخذت انت اول زاويه بعدين عندك الزاويه الثانيه بعدين عندك الزاويه الثالثه هون تمام اوكي المجموع تبعهم بيطلع 180 درجه. اذا the sum of the angles inside a triangle is equal to 180 degrees. طيب اوريدي في عندي 90 هون، ايش بضل هيدي والهيدي؟ بضل 90. اذا معناتها هدول بسمون شو؟ بس يكونوا زاويتين مجموعهم 90 درجه بسمون كومبلمنتري. اذا دوت والفا شبههم كومبلمنتري. من جهه ثانيه لاحظ شغله، ليك هيدا الخط اللي هون، هيدا الخط اللي هون الانكلاين بلين والاكس برايم اكس كيف اني بارل على بعضهم؟ بس يكون في عندك انترسكتنج لاين، شو بيسمون هدول التو انجلز؟ بس يكون عندك لاين لاين كورسبوندينج انجل. ايوه بس يكون عندك هون انترسكتنج لاين بتصير هيدي الزاويه هيدي الزاويه دي ار وات دي ار كورسبوندينج ان كورسبوندينج انجلز ار وات ار ايكوال. يعني اذا هيدي مثلا 40 درجه اجباري هيدي تكون قديش؟ 40 درجه. سو دي ار وات دي ار كورسبوندينج. اذا حقيقه هيدي ما هي الا بتا، هيدي الدوت اللي هون ما هي الا بتا. طيب اذا انا بعرف اذا على الرسمه جيومتريكالي اي فاوند ذات الفا وبيتا they complete each other to what 90 degrees complementary. معناتها يا احبابي الكوساين تبع البيتا، يلا مين بيكمل لي شو المعادله هون؟ الكوساين تبع البيتا وشو والالفا كيف اني؟ بس يكون اثنين انجلز complementary بيصير الكوساين تبع وحده منهم بيساوي الساين تبع مين؟ تبع الثانيه. بتقدروا تتاكدوا لنا بكل بساطه، خذوا انتم مثلا مجموعة انجلز كومبلمنتري 30 60 40 50 الى اخره، جربوا الساين تبع وحده منهم والكوساين تبع الثانيه وقارنوا مع بعضهم لحتلاقوا انه فعلا هيدي الرول ات از وات ات از وركينج. يعني معناتها شو بتصير المعادله هلا يا جماعه الخير؟ بتصير المعادله بهالطريقه، صار فيني اشيل كوساين بيتا هون من قلب هيدي الايكويشن وعمل لها ريبليسمنت بشو؟ بساين الفا. صار عندي لكن ام جي ساين الفا اوكي اتس ايكوال تو وات؟ اتس ايكوال تو ام تايمز اي. نعمل سمبليفيكيشن بهيدي الايكويشن؟ في شيء بيروح قبله بعد الايكوال؟ شو؟ يشيل الماس من قبل الايكوال؟ ايوه تمام. Then as result what will you get? You will get that the acceleration is equal to what is equal to g times what times sine of what of alpha and that was the thing which is demanded. سألوا على اللي عندي هون ثابت ولا متغير؟ Is it constant or depends on time? أستاذ لا متغير على حسب الأنجل. أوكي طيب أنا أعتبر نحن المنحدر اللي نازلين عليه خلص عنده زاوية ألفا معروفة، ألفا is given. أوكي let me say ألفا is given. Good I know how much it is. It is a constant angle. خلص done ما بقى نغيره. Well طبعا
اوكي شو بتطلع بهالحاله هيدي؟ بتطلع عندي 10 اللي هو تسارع الجاذبيه ضرب الساين تبع شو تبع الالفا. اذا بهالحاله هيدي شو عم يطلع عندي؟ عم يطلع عندي الاكسلريشن كونستنت. سو ذا اكسلريشن از وات؟ ذا اكسلريشن از ا كونستنت ثابته. طيب ماشي كونستنت. من جهه ثانيه الحركه عم بتصير على اي تراجكتوري؟ وات از ذا تايب اوف تراجكتوري اون ويتش ذا اوبجكت ات موفز؟ عم بتحرك الاوبجكت على شو؟ على ستريت لاين. ماشي ماشي على الاكس برايم اكس او على الانكلاين بلين. لما بيكون في عندي كمان rectilinear motion, اذا في عندي rectilinear motion, if I combine the two ideas here, what will I get? Acceleration constant وعندي rectilinear motion, معناتها I will have uniform varied rectilinear motion. معناتها يا احبابي كل الـ equations اللي نحن طلعناهم للمره الماضيه اوكي بيصيروا شو؟ بيصيروا valid عندي. هات نشوف وين حطيتهم انا باي سلايد. اوكي منهم شكله منهم بهيدي النوت بوك اللي بعثت لكم اياها انا امبارح. قلت لكم بس يكون في عندي يونيفورملي فارد ريكتلينير موشن بحق لك تطبق هون المعادلات الاربعه او الثلاثه اذا بتكون اللي هون اوكي لحتى تحل المسائل اللي عندك اياها. ماشي الحال؟ شوفوا يا جماعه كنا عم يحكي شادي عن شغله انه عم بيقول لي لو غيرنا الزاويه شو ممكن يصير عندي هون. ليكن الايكويشن شو عم بتقول؟ عم بيقول انه الاكسلريشن طلعت معه شو بتساوي؟ بتساوي جي ساين اوف وات اوف الفا. يا احباب اذا الالفا مثلا بتساوي 0 ديجري اوكي 0 ديجري بدها بتطلع الاكسلريشن بهالحاله هيدي بتطلع 10 تايمز ساين 0 داش ساين 0 شو يا جماعه؟ ساين 0 قديش؟ 0 اوكي ساعتها بتصير جي تايمز 0 which is what which is 0 يعني بيطلع التسارع صفر. طيب هل هيدا الشيء مستغرب؟ اذا انا عندي السطح شو يعني الالفا از ايكوال تو 0 ديجري؟ يعني ميالانها بالنسبه للهوريزونتال صفر يعني معناتها السيرفس الموجود عليها الاوبجكت هي هيك. طبيعي انا اذا بحط صندوق على هيدا النوع من السيرفس ما راح يتسارع. اذا شو حيصير هون بهالحاله هيدي؟ حيصير وكانه الويت والنورمال رياكشن شو حيعملوا ببعضهم؟ حيلغوا بعض بهالحاله هيدي. حيطلع الصم لقلهم قديش بيساوي؟ حيطلع بيساوي صفر وبالتالي الاكسلريشن حتكون زيرو. طيب شغله ثانيه اذا اكستريم ثاني اذا ضل يزيد هيدا الانجل الانكلينيشن ضلت تزيد 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 السطح ضل يرتفع لحد ما صارت الالفا بتساوي 90 ديجريز مين بيقول لي شو بيصير بالاكسلريشن هون؟ بالاكسلريشن بهالحاله يعني لانه ما بقى في سبورت او السبورت بيخف كثير. ايوه يسلم هتن. يعني معناتها انت صرت الاكسلريشن بهالحاله هيدي ماتيماتيكلي انا عم بستنطق الايكويشن عم بقول الايكويشن شو بتعطيني الريزلت بتصير بتساوي الاكسلريشن جي تايم ساين 90 ديجري ساين 90 ديجري معناتها داش 1 يعني معناتها الاكسلريشن شو بتصير؟ بتصير بهالحاله هيدي جي او يعني معناتها اذا هيدي هيدا الهوريزونتال هيدي السيرفس انا حطيت الصندوق هون بهيدي الطريقه حطيت الصندوق بهيدي الطريقه على هيدي السيرفس هون السيرفس ما حتلعب اي دور بهالحاله هيدي تمام فبصير بي عندي تسارع قديش بيساوي بهالحاله هيدي الاكسلريشن بتكون از ايكوال تو وات جي سو هيدا شو بسميها هيدي سيتويشن بسميها فري فول ذن ذير از وات ذير از ا فري فول يعني معناتها خلص السيرفس ما بقى لها اي دور وهيدا الكلام طبعا شو نعم از بيروح فورس الفريكشن ما صح ما بيروح النورمال رياكشن والفريكشن وكل شيء طبعا انا مفترض شغلي هلا انه مشان الكالكوليشن مشان الايكويشن تصير صغير انت من هون عندي انه السيرفس اللي عندي اياها فريكشنلس اذا انا معتبر انه ما عندي احتكاك مع هذا السطح ضلال كان عندك سؤال شو هو استاذ الان كيف عرفت انه ايكوال لزيرو الان از ايكوال تو زيرو وين باي محل دلني أول شيء اوكي اوكي انا كنت عم اعمل بروجكشن يا طلال على اكس برايم اكس نحن اتفقنا قبل هلا انه whenever الفيكتور بيكون perpendicular على الاكسس اللي انا عم اعمل عليه بروجكشن تمام شو بيصير بهالحاله هيدي بتصير الاسقاط تبعه زيرو هيدا الاكس برايم اكس بالازرق هون هيدا الان بالاحمر تمام عامل 90 درجه مع الاكسس اللي انا عم اعمل عليه بروجكشن معناتها بتطلع الظل تبعه دوت دوت يعني معناتها صفر ليه هيدي الصفر لانه هون ان از وات از اورثوغونال وات ذا اكس برايم اكس اكسس يلا تعالوا نروح على البارت اللي بعدها نفس الاكزامبل هو ذاته بس بارت ثاني بالبارت الثاني شو عامل لي ديتيرمن ذا ماجنيتيود اوف ذا نورمال رياكشن فورس فكروا لي بس انا عم اخذ الاتندي كيف انا ممكن لاقي النورمال رياكشن شو ممكن انا اعمل
ما قصدك اس از نورمال رياكشن اوف سبورت ما صح؟ بالضبط. ايه نورمال رياكشن فورس ايه اكيد. نفس الستاب بس بدك تعمل بروجكشن على الاف واي على الواي اكسس. خطير انت يا مهيد. طيب تمام منيح. يعني اذا معناتها هل التفاعل هي ايكوال زيرو؟ لا عم اقول لبروجكت يا شباب ركزوا معي الله يرضى عنكم. نحن قلنا الان اكس، نحن قلنا انه البروجكشن تبع النورمال على الاكس اكسس بتساوي صفر. اوكي انا موافقك يا عمر على هذا الكلام، بس انا ما قلت انه النورمال رياكشن، النورمال رياكشن اوكي كفورس او كفيكتور بتساوي زيرو. لا انا ما قلت انها بتساوي زيرو. يا اخي انا حاطط صندوق على سيرفس، هذا الصندوق بده يضغط بتقله بوزنه على هذه السيرفس، معقول هذه السيرفس ما تعمل عليه رده فعل؟ نحن قلنا اي متى بتصير النورمال از ايكوال تو زيرو؟ بحاله واحده، لما بيكون السطح بهيدي الطريقه بيكون مثل الحيط، ساعتها ما بيقعد الصندوق يضغط على الحيط ماشي، بيصير بيوقع بحال سبيله لحاله، ما دخله بالوول بهالحاله هيدي. بس ولكن ما هيدي السيتويشن اللي عندي اياها بالرسمه فوق. طيب خلينا شو نعمل؟ نرجع ناخذ الايكويشن مره ثانيه مثل ما قال رفينا ونعمل لها بروجكشن على مين؟ على واي اكسس. اذا اي ويل كونسيدر اجين ذا ايكويشن ام جي بلس ام جي اللي هو الويت جود بلس النورمال رياكشن is equal to mass of the object times of times its acceleration. Now I will project this equation on what? شوفوا يا احبابي انا هون هلا حاخذ اكسس جديد. هلا اذا ضليت اخذ الاكس برايم اكس ورجعت عملت عليه بروجكشن مره ثانيه شو بكون عملت؟ يعني ما بكون عملت اي شيء ابدا. اذا انا هلا بدي غير الشغل، بدي اخذ اكس سوري واي اكسس جديد بهذا الشكل. اذا I will consider a new axis now. This is called y prime y. تمام طيب هيدا لنشوف. خلينا نسحبه شوي صغيره على السنتر، اذا نقربه شوي صغيره من الاوبجكت. تمام لاحظوا شغله، هيدا الواي برايم واي اللي انا اخذته طلع وين موجود؟ او النورمال بالنسبه للاكس اكسس. فهمت كده على الاكس اكسس، هيدا اكيد هيدي الشغله. اوكي جود. الشغله الثانيه النورمال رياكشن وين طلع؟ موجود 100% عليه، ليكون نورمال رياكشن طلع كومبليتلي سبورتد باي وات؟ باي ذات واي برايم واي. اذا اي ويل ثرو، اي ويل بروجكت this equation on what? On y prime y. طيب on y prime y شو مواصفاته هدول ال y prime y؟ لازم اقول لهم هالشغلات هدول. هو orthogonal على مين؟ على ال x prime x مثل ما قال رفينا، او اذا بدكم عامل 90 degrees مع مين؟ مع ال inclined plane، عامل 90 درجه مع ال inclined plane. وشغله ثانيه ال positive orientation تبعيته لوين؟ لفوق. ماني اخذه positively oriented لتحت، لفوق. طيب تمام هيتوا نشوف نورمال رياكشن مره ثانيه. عم يكون دائما البروجكشن تبعيتها سهله. اوكي شو البروجكشن للنورمال رياكشن؟ هي النورمال رياكشن، شو البروجكشن تبعيتها على هيدا الواي برايم واي اكسس؟ بارلل على الواي اكسس، حيكون بارلل عليه وبنفس السنس ابدا. لك سهم النورمال رياكشن، لك السهم تبعها، ولك السهم تبع الواي اكسس، هن زيتون. اذا بيطلع الان كومبليتلي 100%. طيب تعال ناخذ هالمره الاكسلريشن، كمان عم يكون البروجكشن تبعيتها سهله. لاحظوا انه الاكسلريشن ليكو اذا بطولها هون شو بتعمل؟ بتعمل 90 درجه مع مين؟ مع هيدا الواي اكسس. اذا الاي اورثوجونال على مين؟ على الواي برايم واي. سو البروجكشن تبعيتها زيرو. اذا هون عندي الاي ات از وات؟ ات از اورثوجونال وات تو واي برايم واي. اذا ما بيطلع على اي اثقال. اذا بدكم في منطق ثاني لحتى افهم انه ليش ما في تسارع على الواي برايم واي، البوكس هو عم يعمل سلايدنج على الانكلاين بلين، عم بيتحرك كليا على مين؟ على الاكس برايم اكس او بارل على الاكس برايم اكس، ما عنده اي حركه على مين؟ على الواي برايم واي، وبالتالي الاكسلريشن على الواي شو بتكون بهالحاله هيدي؟ بتكون زيرو. اذا شغله ثانيه حصلت عليها انه الاكسلريشن واي عم تطلع عندي قديش بتساوي؟ بتساوي صفر. خليني محيها هيدي، ماني كثير يعني مضطر عليها، اظن انه صارت ايفيدنت. بس هول بفيدوكم اذا بدكم لبعدين يعني بهالحاله هيدي، هذول الشغل اللي انا كنتهم على جنب. يلا يا جماعه جينا مين لمين؟ للويت. يلا اجلناها اجلناها، بس بالاخير بدنا نحكي عن مين؟ عن الويت. شوفوا يا احبابي الويت، الويت انا عم اعمل له بروجكشن على مين؟ على الواي برايم واي. تمام معناتها انا اي نيد تو كونسيدر ذا ويت اند وات اند ذس انجل ان ذا فيجر. اوكي تمام، هيدا الانجل برايكم هو بيساوي اي انجل معروف على الصوره؟ هذه الاستاذ معلم بالزهري ما في اسمها بيتا، هيدي البيتا، هيدي البيتا، هيدي البيتا تعمل شخص فيها، شخص فيها، شخص فيها. يعني بالاخير شو طلع معك كخلاصه؟ واي اكس ايكوال اف بيتا اف ساين بيتا، او بدل ما تقول اف دبليو. اسمعني شوي صغيره، ساين بيتا.
معك حق، طلعت معك مزبوطة، بس خلي الريزونينج كلير شوي صغيرة بالنسبة لرفقاتي. طلعوا على هيدي الزاوية من ال y برايم y، اوكي، لمين؟ لا ال x برايم x. قد ايه مقدار هيدي الزاوية؟ 90 degrees. احنا هلا من شوي اتفقنا انه السهم تبع الويت بيعمل مع الاكس برايم اكس هيدا الانجل بالزهري اللي هون، اللي هو شو؟ اللي هو داتا. انا عم بحكي عن مين؟ خليني اكبر الرسمه شويه صغيره لانه انا هلا الاناليزس كلياته عليا. اذا يا جماعه الخير، احنا شو عم نقول؟ عم نقول انه هيدي الزاويه كلياتها قد ايه؟ 90 درجه. هيدي الشقفه اللي هون هي بتا، هي الشقفه اللي هون هي بتا، هي اللي بالزهري، تمام؟ طيب بتا زائد هيدي الانجل اللي هون بيطلع عندي قد ايه؟ 90 ديجريز. بس نحن هلا من شوي بالسلايد اللي قبل اتفقنا انه البتا هو كومبلمنتري لمين؟ وسدد بتا از كومبلمنتري تو وات؟ بتا از كومبلمنتري للالفا، تمام؟ اذا هيدي الزاويه اللي بالاحمر هون، اللي شو حط عليها بالاحمر هون، هي الكومبلمنتري تبع البتا. اذا معناتها انا حيكون في عندي هون بهالحاله هيدي mg times الكوساين تبع مين؟ الكوساين تبع مين؟ دائما انا بس اعمل بروجكشن لفيكتور على اكسس معين بضرب بالكوساين تبع الانجل بينه وبين هيدا الاكسس. اذا هيدا الانجل اللي هون هو الفا. ليه؟ لانه هيدا الانجل اللي هون بالاحمر هو الكومبلمنتري تبع البيتا. بس احنا من شوي اتفقنا انه البيتا مين الكومبلمنتري تبعه؟ مين كملته لل90 بالسلايد اللي قبله؟ هو الالفا. الفا از الكومبلمنتري اوف وات؟ اوف بيتا، as we saw in the previous slide. اذا اذا بترجعوا لهون بتشوفوا انه بيتا اند الفا وين حطت هيدي؟ بيتا اند الفا ار وات ار كومبلمنتري؟ هيدي هي بيتا اند الفا ار وات ار كومبلمنتري، so the search angle is what is الفا. طيب خلينا نكمل. معناته شو بيصير عندي بهالحاله هيدي؟ بيصير عندي لكن ام جي كوساين الفا. طيب هي عندي ملاحظه يا جماعه الخير، انا اذا الاكسس اوكي، اذا الفيكتور عندي عامل زاويه تحت ال 90 درجه مع هيدا الاكسس، اوكي، ساعتها بتكون هون بهالحاله هيدي الفي اكس قديش بتساوي؟ بتساوي في كوساين وكوساين الفا. نعم يا عمر. ليه ضربت الكوساين الماس تايمز جرافيتي؟ اول شغله شو عملت؟ دورت على الانجل بين الجرافيتي، بين الويت وبين الواي برايم واي، لقيت انه بيساوي شو؟ بيساوي الفا بناء على الاناليز اللي حكيناه، انه هيدا زائد هيدا 90. بس انا بعرف اولريدي انه البيتا والالفا هن 90، فمعناتها هيدا مين؟ هيدا الفا. اوكي، شغله ثانيه عم اقول لك هلا، انا بس اعرف الانجل بين الفيكتور وبين الاكسس بضرب بالطول الفيكتور بالكوساين تبع الانجل مباشره لاحصل على مين؟ على البروجكشن. هلا في بس كنت بدي اكمل الملاحظه اللي عم اقولها، انا عندي هيدا الاكس اكسس او الاكس اللي عم اعمل عليه بروجكشن، اذا كان الفيكتور الانجل بينه وبين الاكسس اوكي اوبتيوس، مثلا انت جيت اخذت الزاويه الضيقه اللي هون، اعتبرت مثلا هيدي الزاويه اللي انت بدك تستعملها بالكالكوليشن مثل ما انا عامل هلا هون على الرسمه فوق، ساعتها يا جماعه الخير طلعوا على السهم تبع الفي، طلعوا على الاكس برايم اكس، تمام 100%. ساعتها ما بقى اقول انه الفي اكس هي بوزيتيف كوانتيتي، لا، بقول لهم ساعتها بهالحاله هيدي ماينس الفي ضرب شو؟ ضرب الكوساين تبع الالفا. اذا برجع على الدروينج اللي عندي او على السيتويشن اللي عندي هون، بتلاحظوا انه هيدا الواي برايم واي، اوكي، ليكو الارو تبع الواي برايم واي هو لفوق، ليكو الارو تبع مين؟ تبع الدبليو هو لتحت. معناتها اي نيد تو اد ا داش هير، يعني معناتها البروجكشن تبع الويت هي نيجاتيف. يعني معناتها يا احبابي بيصير از ريزلت ذا نورمال رياكشن. اذا بتاخذ انت الام جي للسايد الثاني بعد الايكوال شو بتصير؟ بتصير بهالحاله هيدي ان از ايكوال تو ام جي كوساين الفا، اوكي، از ايكوال تو ام جي تايمز تايمز كوساين اوف الفا، وهيدي هي الايكويشن تبع الماجنتيود تبع النورمال رياكشن. كمان حلو انا اطلع على الريزلت اللي طلع عندي شو بيعني لي ماتيماتيكالي. تعالوا يا ابطال نطلع ناخذ اثنين اكستريمز. اول اكستريم تعالوا ناخذ اوكي بارتيكولر ستيز الويت وين؟ احنا بدنا نطلع ليكو 100%. برجع بقول استاذ كيف بنعرف انه بدنا نزيد الكوساين؟ لانه بالبروجكشن، بروجكشن هي وين انجل اعطيك اياها خلص كوساين. بضرب دائما الفيكتور بالكوساين تبع الانجل، دائما الفيكتور والاكسس الانجل اللي بيناتهم بضرب بالكوساين تبعه. هلا اللي كنت عم اقوله انه بدل ما اخذ هيدا الانجل اللي هون كلياته، اوكي، اللي هو اوبتس انجل، فيني اشتغل على الانجل الزغرور اللي هون، بس شو بصير بعمل بهالحاله هيدي؟ بصير حط ماينس. هلا انا كنت سميت هيدي مثلا الانجل اللي هون اذا بدكم او
انت كتبت شو؟ كنت كتبت دغري مباشره v times z times cosine of what of o. بيكون يا جماعه تشوفوا على الكالكوليتر اذا بدكم مثلا اذا الـ o لنقول 100 و150 قديش بيضل الالفا؟ 150 بيضل 30. بيكون تجربوا بكل بساطه انه الكوساين تبع ال 150 درجه بهالحاله هيدي خليني مشان اذا رجعتوا ورجعتوها يعني تشوفوا نفس البورد هو زيته بيكون تجربوا هون بهالحاله هيدي انه الكوساين تبع ال 150 درجه تبع ال 150 درجه هو شو ساين 30 كان لا ما في ساين هي ذاتها هو نفس الكوساين تبع 30 درجه بس شو بس مع ماينس. مع ماينس. مع ماينس اذا هيدا هو اللي انا عملته هون حاليا اذا اول حاله خاصه انا عم باخذها هون انه اذا الالفا بتساوي صفر يعني معناتها هيدا الانكلاين بين شو بيصير بيصير هوريزونتال سيرفيس يا جماعه شو بتقول المعادله المعادله بتقول انه الان بتصير از ايكوال تو وات از ايكوال تو ام جي كوساين اوف وات اوف زيرو الكوساين للزيرو قديش بيساوي يا جماعه 1 معناتها الان شو بتساوي الان از ايكوال تو ام جي الان از ايكوال تو ام جي شكرا بعرفها هيدي انا الخلاصه او هيدي العلاقه بعرفها انا بعرف كثير منيح انه انا اذا عندي هوريزونتال سيرفيس بس حط انا تاب كمبيوتر شيء على هذه الطاوله تمام اللي هي الهوريزونتال دائما بيطلع عندي شو بيطلع عندي الويت والنورمال رياكشن شو بهون قد بعضهم تمام هلا قد بعضهم الاكستريم الثاني اللي كنا عم نحكي عنه اذا الالفا بتساوي 90 ديجريز ضلينا نميل هيدي السيرفيس لحد ما شو لحد ما صارت ويف بهيدا الشكل شو بيصير عندي ماتيماتيكلي شو عم تقول المعادله عم بختبر المعادله اذا بتزبط على التوقعات تبعوني بصير n equals mg times cosine of 90 degrees. cosine 90 degrees يا جماعة قديش بيساوي؟ إذا بتجربوا على الكالكوليتر أو حافظينها بتساوي 0. معناتها الـ n بتساوي بهالحالة هيدي. m times g times z times 0. بتصير النورمال رياكشن بتساوي 0. بعرف أنا إذا السطح بهيدا الشكل، إذا أنا عندي حيط وحطيت أنا شيء جنب هيدا الحيط وتركته، ما بقى يعمل الحيط عليه نورمال رياكشن. هيدا شو بيعمل بهالحالة هيدي؟ It undergoes what? undergoes a free fall يعني مثل ما قال رفيقي هيدا الحيط ما بقى يعمل اي normal reaction ولا او اذا بتكون كمان حتى ما بيعمل friction then I will have what I will have a free fall in this situation اذا خلص انتهى الموضوع بالنسبه لي اخر part من هيدا السؤال اوكي part 3 كل اللي عم عمله هلا هو شو هو الويت طلع كمان زيرو لا 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 يا عبد الرحمن الويت ليك هو الويت ما بيصفر النورمال بتصفر بهالحاله هيدا لما بوقف السيرفيس بهيدي الشكل اخر بارت من هذا السؤال اللي هي البارت 3 هي عباره عن ربط بين الداينامكس والكينيماتكس هي خلاصه كل الشغله اللي انا عملته لهلا طيب يا جماعه شو عم بيقول هو سبوز ذات ذا اوبجكت ستارتس فروم ريست يعني انت حطيت الصندوق هون لقيته لقي على هيدا الانكلاين بلين وفلتته اذا باول الوقت كان الاوبجكت انيشيالي ات وات ات ريست شو فيني اكتب من وراها هيدي السيتويشن فيني اكتب كجيفن انه عندي الاوريجينال سبيد الفي زيرو قديش بتساوي الفي زيرو بتساوي زيرو سو في زيرو ايكوالز وات ايكوالز زيرو ويل ذا انكلاين بلين ميكس ان انجل الفا اوف 30 ديجريز وذ هوريزونتال اذا بنعرف انه الانحناء تبع هذا الانكلاين بلين بتساوي 30 درجه ميلانه 30 درجه واستعمل الاكسلريشن ديو تو جرافيتي مشان حتى نبسط الكالكوليشن هي دائما 10 meters per second, per second 10 meters per second squared. Okay. شو عم يقول بالpart number one? Determine the object's speed at what after 5 seconds from what from the beginning of motion. قال قديش بتصير سرعة هيدا الobject على المنحدر بعد ما يكون صار له ماشي 5 ثواني. إذن he wants me in part A to determine the speed of the object after 5 seconds. So V is equal to how much? وكأنه ال final speed ده بتساوي. يا جماعة نحن شو قلنا النيتشر اوف موشن هلا من شوي كونستنت عم يطلع عندي يونيفورم حسب الانجل اذا كانت انجل ثابت اوكي اذا قلت انا الاكسلريشن شو بتساوي جي تايمز تايمز ساين الفا من الدراسه اللي انا عملتها يعني معناتها الاكسلريشن شو بتساوي كونستنت اوكي وقلت انه في عندي ريكتيلينير موشن اي هاف ريكتيلينير موشن بيصير عندي بهالحالة هذه بيصير في عندي uniformly varied rectilinear motion بس يا جماعة هالvarid هيدي accelerated ولا decelerated سؤال هل ممكن أنا أحط صندوق هون ما عم يتحرك ويتباطى ما هو ما عنده ما عنده سرعة سرعته الأساسية قديش بتساوي سرعته الأساسية أوكي زيرو
إذن بما أنه الفي زيرو بتساوي زيرو معناتها بهالحالة هيدي حيبلش يتسارع من الصفر، معناتها I have uniformly accelerated rectilinear motion. إذن حركة على خط مستقيم rectilinear motion وعم تتسارع بشو بانتظام، معناتها بحقلي طبق المعادلات الأربعة اللي أنا حكيت عنهم بشو بالسلايد اللي قبلها. قلت أنا أنه شو أنه عندي uniformly accelerated rectilinear motion so I can apply these equations which are اوكي. يلا شو المعادلة تبع السبيد؟ ما لازم حط لكم اياهم، لازم انتم تعتمدوا على حفظكم لهم. How can I find V in this situation using which equation؟ AT times VO. تمام، AT plus V0. صحيح 100%. إذا I can write that final speed is equal to original speed. كيف فيني اقرا هذا الايكويشن بشكل اني انا ما بقى انساها؟ السرعة النهائية بتساوي السرعة الأساسية زائد. طيب ليكو شو اللي خلى ال V تفرع عن ال V0؟ هاتوا لشوف. شو اللي خلى ال V ال V final تفرع عن ال V initial؟ ليش عم يطلع عندي V جديدة غير ال V الأساسية؟ هاتوا لأن ال V الأساسية هي ال origin of أول ما بلش. طب ليه ما ضليت هي زيتها؟ آها تمام، هذا اللي ناطره منك. إذن لأنه في عندي acceleration. طيب وشو اللي بيخلي الفي تبعد اكثر واكثر عن الفي زيرو؟ اذا عندي انا اكسلريشن معينه كل ما بنطر اكثر واكثر شو بيصير؟ الفي بيفرق جواب عن الفي زيرو، معناتها اجباري شو لازم ادخل هون انا بالايكويشن التايم. لك كيف اني اقرا الايكويشن هيدي؟ اطلع على بطريقه ما انساها، كتروا المعادلات لانه الفي السرعه النهائيه هي السرعه الاساسيه زائد قديش صار عندي تسارع خلال شو؟ خلال الوقت. يلا يا جماعه خلينا نكمل. الفي زيرو قديش بتساوي عندي هون؟ بتساوي زيرو، معناتها صار عندي ال V is equal to what is equal to AT. يعني معناتها ال V عندي قد ايه بتساوي؟ قد ايه الاكسلريشن؟ اوكي خلينا نعمل كالكوليشن الاكسلريشن. جرافيتي الاكسلريشن بتساوي هون، الاكسلريشن عندي اياها بتساوي جي ساين الفا، معناتها هي بتساوي 10 ضارب الساين تبع ال 30 درجه، صح ولا لا؟ الالفا هي 30 ديجريز، الساين 30 ديجريز اوكي بتساوي قديش؟ هاف. 10 ضارب هاف قديش بتساوي؟ بتساوي 5 متر بير سكند سكويرد. إذن صار بتساوي 5 meters per second squared times at that time elapsed اللي هو عم يحكي عنه. انت هاي طلعت الاكسلريشن؟ ايه طلعت الاكسلريشن 5 seconds. اوكي طلعت معي 5 meters per second squared. قال لي انطر يمرق 5 ثواني، معناتها T هي قديش 5؟ فطلعت معي 25 meters per second. نعم ما فينا من الاخر نعمل انتي ديريفاتيف؟ في ايه بس لا ارجع عيد الكور هو زيته خلاص دغري. انت استاذ بس سؤال، هيدي القاعدة كيف للأكسلريشن هي جرافيتي تايمز ساين؟ قلتها بالأول، أول سؤال هوني حليته قلت لك هوني determine the acceleration in term of the angle، طلعت معي الأكسلريشن قد ايه بتساوي؟ طلعت معي جي ساين ألفا. خلص أوكي أوكي سوري اعتمدت على النتيجة هيدي. يلا يلا يا جماعة شو بده بالبارت بي؟ How far does the object move أو has the object moved during these 5 seconds؟ إذا بده المسافة اللي مشيها الأوبجيكت. أكثر من طريقة لنحل فيها هيدا السؤال، مين بيقترح علي معادلة لأشتغل على distance traveled؟ By the way you can call the distance traveled if you want. منا أي وحدة من هاي الثلاثة؟ هوليك الثلاثة روز بستخدم أول وحدة. بستخدم أول وحدة، ليك عندك A is equal to constant، الـ A بتساوي constant. Good. طيب الثانية شو هي؟ هي V equals AT plus what plus V0. طيب الثالثة شو هي الثالثة؟ الثالثة هي x is equal to what is equal to half a t squared plus what plus v0 t plus what plus x0. تستخدم هيدي المعادلة إذا بدك، هي واحدة منهم. Okay so you can use x equals okay half a t squared. You can use the distance it says عملت لها symbol x دلتا x سميتها دلتا x displacement على x axis سميته هو دلتا x plus جاي لك لهيدي النقطة طول بالك شوي صغيرة half a t squared plus half a t squared plus v zero t plus what plus x zero. في اثنين approach ممكن تعتمدوا مع هذه الequation. فيك تعتبر انه محل ما انطلق ال object لما كان عنده v zero is equal to zero، فيك تعتبر انه at t zero equal zero. اوكي رح نعتبر انه هيدي النقطة نقطة الانطلاق starting point هو مين؟ هو origin of space هو ال O. ساعتها بيصير ال original x قديش بيساوي؟ بيساوي zero. فيك تقول هيك اذا بدك. بتصير شو بتعمل؟ بتعمل الاكس زيرو بتاخذها زيرو. ابروتش ثاني ممكن تعمله بدون ما توجع راسك، فيك تاخذ الاكس زيرو لوين؟ لهون. فيك تقول اكس ماينس اكس زيرو، بسميها اكس ماينس اكس زيرو هيدي بسميها دلتا اكس.
اذا الاكس ماينس اكس 0 هيدي دلتا اكس اوكي بتساوي دلتا اكس از ايكوال تو هاف 80 سكوير بتصير هالمسافه اللي مشيناها بكل بساطه الديسبيسمنت اللي عملناه بلس في 0 تي دل في 0 0 اوكي معناتها هذا الترم شو بده يعمل بده يطير وال يعني معناتها صارت الديستنس ترافل هي هاف 80 سكوير يلا معناتها دلتا اكس قد ايه بتساوي النيميريكال ريبريسمنت على السريع از ايكوال تو 1 اوفر 2 اذا طلعت معي الاكسلريشن 5 ضرب 5 ضرب الديد تايم اللابس اللي هو عم يحكي عنه 5 سكندز اذا 5 تو ذا باور اوف 2 ما تنسوا السكوير بصير عندي يا احباب 25 ضرب 5 125 نص ال 125 قد ايه بتطلع نص ال 125 عندي نص ال 150 نص ال 25 بيطلع عندي الداش 12.5 قد ايه بيطلع الجواب بهالحاله هيدي بيطلع عندي 62.5 I'm finding a distance what should I write as unit here المتر back here اوكي متر اذا لقيت له الاوريجينال سبيد قد ايه بتساوي ولقيت له قد ايش بتساوي الديستنس ترافل بعد 5 ثواني على فكره بنحل هيدا السؤال بطريقه ثانيه بنحل هيدا السؤال بطريقه ثانيه شو كان ممكن اعمل يلا يا حبايبي يلا انذر ميثود البي استاذ البي بعدني على البي كان فيني حل البي بطريقه ثانيه اي كود سولف بي ان ا ديفرنت واي اوكي اذا هيدي كانت شو كانت ميثود 1 ذات واز ميثود 1 اوكي جود اي كود دو ات ان ا ديفرنت ميثود وات كود اي دو شو كان ممكن استعمل استاذ نستعمل الايكويشن اللي عملناها امبارح اللي عملناها امبارح تمام 100% بالميثود ميثود 2 شو بتقول الميثود 2 بتقول لك يلا شو كانت الايكويشن قل لي اياها شو هي v squared minus vo squared is equal to a parenthesis y minus y zero اذا v final squared minus v initial squared لا الهي minus v initial squared is equal to what is equal to وين طلعت السكوير فوق بالقائرة is equal to 2a times that ال x minus what minus x zero شو عم سميها هيدي انا ال x minus x zero هيدي عم سميها دلتا x انا هيدي دايما عم سميها شو عم سميها دلتا x يلا شو بيصير بهالمعادلة عندي ال v zero هي zero بلاها بالناقص منها صار عندي شو صار عندي ال v squared بتساوي 2a دلتا x قديش ال v squared ال v هي 25 معناتها عندي 25 to the power of 2 هنا بعد 5 ثواني بصير سرعتنا 25 minus 0 is equal to 2 times a ال a قد 5 متر بالثانية مربع عليك اياه بعوضها هون بقيمتها ضرب اوكي x minus x 0 يعني معناتها شو معناتها الدلتا x معناتها يا احبابي صارت الدلتا x قد ايه بتساوي الدلتا x صارت بتساوي 25 squared اللي هون